من ساحة الوثبة والشارع المؤدي إلى ساحة الوثبة. بعض الموسيقى قنابل الموسيقى للدموع جاءت الرموا أيضا الصوتيات ويحاولون يقدمون على ساحة الوثبة، لكن الأبطال هنا ما زالوا صامدين. علي وياك أولي استمرار الطاقة الغاز المسيل للدموع من قبل قوات مكافحة الشغل في ساحة الوثبة، استمرار وإطلاق مستمر للغازات بدون توقف.